وهي معالجي جراحي، وفي كلتا الحالتين يهدف تدبير تضيق شريان الكلوي إلى حماية الكلي من الاحتشاء، لأنه تضيق شريان الكلوي بيؤدي لنقص ترويد الكلي إذا كان أحادي الجانب، وبيؤدي لنقص ترويد الكليتين إذا كان ثنائي الجانب، وبالتالي قد يؤدي إلى احتشاء في الكلي في حال استمر تضيق شريان الكلوي، وأيضا يهدف إلى الحد من اختلاطات ارتفاع التوتر الشرياني على أعضاء الجسم النبيلي أو الأعضاء الهدفي. هلأ التدبير الدوائي، التدبير الدوائي بشكل عام عرضه للسيطرة على ارتفاع الضغط الشرياني، ولكن هو فقط للسيطرة على الضغط الشرياني وليس الحل النهائي. لابد من الجراحة لحل المشكلة الأساسية وإزالة التضيق بالشريان الكلوي. طبعا التدبير الدوائي انتبهوا عليه تمام، لأنه راح يمر معكم ودائما بينسأل عليه وله تأثيرات جانبية. اللي يجب التمييز بين علاج تضيق أحادي الجانب أو تضيق شريان الكلوي ثنائي الجانب أو تضيق شريان الكلوي في الكلي الوحيد. هلأ تدبير تضيق الشريان الكلوي وحيد الجانب، مثل ما ذكرنا بما أنه الآلية الأساسية لارتفاع الضغط الشرياني بهالحالي متواسطة عبر الأنجوتنسين المقبض للأوعي، هون يعتبر الكابتوبريل حجر الأساس في العلاج. انتبهوا، في تضيق الشريان الكلوي وحيد الجانب يمكن استعمال مضادات الخمير القالبي للأنجوتنسين الأسي إنهبيترز مثل الكابتوبريل، وهذا مريض بهالنوع هذا ما بيحتاج لحمية صارمة على الملح ولا يعطى مدرات على الإطلاق، لأنه مثل إذا متذكرين بالمحاضرة السابقة الآلية بهالحالة هي آلية تقبضية وليس حجمي، لأنه مثل ما ذكرنا تضيق شريان الكلى وحيد الجانب الكلي الثاني بتعاوض، فالكلي المتضيق شريانه حبس السوائل والملح اللي بتأدي إليه بتعوض الكلي الثاني بتطرحونه، وبالتالي ما بصير عند المريض وزمات ولا زيادة بالحجم، بس فقط الآلية هي آلية تقبض عن طريق تحرر الأنجوتنسين 2، وبالتالي هون بهالحالة هي يمكن استخدام الكابتوبريل وما في أي مشكلة. حبوب الحمل الممنوعة منعا باتا عند مريضات تضيق شريان الكلوي مرتفع الرنين، لأنه بهالحالة هذا بكون في ارتفاع بالرنين، لأنها بتحتوي على الاستروجين والبروجسترون اللي هدول اثنيناتهم بيرفعوا الضغط، البروجسترون بيحبس الماء والملح، والاستروجين بيزيد تصنيع الانجوتنسين بالكلى. انتبهوا هون على آلية تأثير الكابتوبريل، الكابتوبريل بيحصل خمير الاسي اي الخمير القلبي الانجوتنسين، وبالتالي بيثبط انتاج الانجوتنسين 2. تثبيط انتاج الانجوتنسين 2 بيؤدي لتوسع الشرايين الصادر، توسع الشرايين الصادر بيؤدي لقلة رشح الكبة بسبب تخفيضه للضغط ضمن محفظة بومان أو تخفيض الضغط داخل الكبة في الكلية السليمي، وبالإضافة إلى حمايتها من القصور والضغط الشرياني المرتفع للحفاظ على قدرتها على المعاوضة. هذا بالكلية السليمي اللي شريانة سليم غير متضيق. أما بالكلية المتضيق شريانة أيضا بيؤدي لتوسع بالشرايين الصادر، وبيؤدي لانخفاض الرشح الكبة اللي هو بالأصل بيكون منخفض بسبب تضيق شريان الكلوي. يعني هون بالكلي المتضيق شريانه بتكون تقريبا اذا مثلا لو كانت وظيفتها 30% لما اعطاء الكابتوبريل تنقص وظيفتها الى 15%، ومع ذلك يعني الكابتوبريل يسيء اكثر لوظيفه الكلي ذات الشريان المتضيق، ولكن انتبهوا اعطاء الكابتوبريل يكون بشكل مؤقت وليس حل نهائي لحمايه الكلي السليمه وخفض الضغط الشرياني وتجنب أذية الأعضاء الهدفي في الجسم. يعني منضحي بجزء من وظيفة الكلي المتضيق شريانا مقابل إنقاذ المريض وإنقاذ الكلي الأخرى. أما تضيق الشريان الكلوي ثنائي الجانب، وقلنا هو نفسه اللي بيحصل بآلية مشابهة تضيق شريان الكلي الوحيدي، ارتفاع الضغط هون بيكون مرتبط بزيادة الحجم وليس بالتقبض الوعائي، وبالتالي يكون العلاج حمية صارمة عن الملح. هون بهالحالة هي نستخدم ممكن إعطاء المدرات وحاصلات أقلية الكالسيوم
ومثل الأملودبين والنيفيدبين لخفض الضغط. ولكن انتبهوا في تضيق شريان الكلوي ثنائي الجانب إعطاء مضادات الخمير القالب للأنجوتنسين سواء كابتوبريل ولا ليزنوبريل ولا إنالابريل ولا حتى مضادات الأنجوتنسين 2، مضادات مستقبلات الأنجوتنسين 2 يعتبر مضاد استطباب، لأن استخدام هاي الأدوية بيؤدي لانخفاض الرشح الكبي في الكليتين المتضررتين أساسا، أو الكلي الوحيدة اللي فقط يعني كلي وحيدة إذا كانت كلي الثاني ضامرة خلقيا أو مستأصلي. وبهالحالة هاي إذا أعطيت أي من مركبات الأسي نيبترز أو الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر لمريض عنده تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب، فبيدخل المريض بقصور كلوي حاد وبترتفع البولي والكرياتين. وعادة القصة الوصفية اللي يعني ممكن تنطرح عليكم إنه مريض شخصنا الارتفاع ضغط شرياني سواء كان مثلا أعطى القصة لشاب بالعشرينات من العمر أو شابي شخصنا اللي عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني، أو مريض مثلا عمره 50 أو 60 سنة أيضا شخص بارتفاع توتر الشرياني وأعطي أحد مركبات الأسي إنهيبيترز، بعد يومين أو 3 أيام ارتفعت أرقام البولي والكرياتينين، مثلا الكرياتينين صار 2 أو 2.5، البولي وصلت لـ60 أو 70، فهوني فورا بتشك إنه هذا المريض عنده تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب، لأنه ممنوع إعطاء مضادات الخمير القالب للأنجوتنسين أو مضادات مستقبلات الألدوسترون الأنجوتنسين 2 يعني مثل اللوسارتان والفالسارتان والكاندي سارتان، كلها ممنوع إعطائهم لأنه بيؤدوا لدخول المريض بقصور كلوي حاد. هلا حكينا على التدبير الدوائي، نجي على العلاج الجراحي. هنا عندنا 3 أنماط من العلاجات، إما تركيب شبكي أو ستنت، هي تفضل في حال كان التضيق بجهة واحدة والكلي الأخرى سليمة، وهذا يعتبر أفضل طريقة لعلاج تضيق شريان الكلوي. بيتم عن طريق مثل القسطرة تماما، بيدخل عن طريق الشريان الفخذة ويتم بوسعه الشريان المتضيق ويتم تركيب الستنت. النمط الثاني من العلاج هو التوسيع بالبالون، هاي تفضل في حال كانت كلي وحيدي تضيق شريان كلوي لكلي وحيدي. بهالحالة لا يفضل تركيب الشبكي، لأنه في حال نقص التضيق بعد تركيب الشبكي ما بنحسن نركب شبكي جديدة ولا بنحسن نعمل توسيع، فبالتالي يفضل التوسيع بالبالون في حال وجود كلي وحيدي، لأنه بعد التوسيع بالبالون إذا رجع التضيق مرة ثانية يمكن أن توسيعه من جديد. طبعا يتم التوسيع بأجهزة خاصة وبدو يعني أيدي ماهرة أو تكون خبيرة بهالموضوع هذا، لأن التوسيع الزائد للشريان قد يؤدي لتمزق الشريان الكلوي وحدوث نزب صاعق، وغالبا وقتها لا ينجو منه المريض. الحل الثالث والأخير هو إجراء تحويلي أو بايباس، يلجأ إليه في حال فشل العلاجات السابقة أو إذا كان الانسداد شاملا للشريان. هون يتم أخذ قطعة من الوريد الصافن ويتم وصله بين الأبهر وبين سرة الكلي بحيث يتم تجاوز القطعة المتضيقة من الشريان الكلوي. أيضا من العلاجات اللي قد يلجأ إليها وهي زرع الكلي الذاتي الأوتو ترانسبلانتيشن، هون إذا لم تمكن الوصول إلى الشريان الكلوي لتوسيعه كما في حال التضيقات العديدة في سوء التصنع الليتي العضلي، فهون يتم استئصال الكلي ويتم مثل عملية زرع كلي ولكن عملية زرع كلي ذاتي، يعني تأخذ الكلي من نفس المريض وتوصل مع توضع ضمن الحوض ويتم وصله مع الشريان الحرقفي الظاهر تماما كعملية زرع الكلي. الحل الأخير هو إذا كانت وظيفة الكلي ضعيفة أو فعاليتها بحدود 5-10% من القيمة الطبيعية يتم استئصال الكلي. هون الصور بتوضح لكم، الصورة اللي على اليسار هون يتم الدخول بالبالون وتوسيع تضيق شريان الكلوي، هون بالصورة اللي بالوسط توسيع الشريان المتضيق ومن ثم زرع شبكي أو ستين، الصورة اللي على اليمين هي يتم في حال الشريان كان متضيق لمسافة كبيرة مثل سوء التصنع الليفي العضلي، فيتم إجراء مفاغرة بين الأبهر
بحيث يتم تجاوز منطقة التضي. هلا بهيك بكون انهينا تضيق شريان الكلوي، بنجي لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي او الاساسي بشكل عام. مثل ما حكينا بداية بنقيس ضغط الشرياني للمرة الأولى، إذا كان مرتفع فوق الطبيعي منريح المريض حوالي نصف ساعة ونرجع بنقيس الضغط مرة ثانية، وفي حال بقاؤه مرتفعا نتابع الحالة بتكرار القياس لعدة أيام متتالية، وذلك للتأكد من وجود المرض وتجنب العلاج الدوائي دون استطباب، لأنه أغلب أدوية الضغط لها تأثيرات جانبية، وخصوصا أن العلاج بده يستمر مدى الحياة. أهداف علاج ارتفاع التوتر الشرياني، الهدف الأساسي ليس فقط علاج ارتفاع الضغط بشكل نهائي، إنما ضبط الضغط الشرياني في حدود 130 إلى 80 ملتر زئبقي لتخفيض خطورة الاختلاطات القلبية الوعائية. أما إذا ترافق ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي مع الداء السكري، فعادة نهدف من علاج الضغط إلى الحفاظ على ضغط شرياني عند مريض السكري أقل أو بحدود 125 إلى 75 ملمتر زئبقي، نظراً لما يضيفه داء السكري من عوامل خطورة على الجهاز العصبي والجهاز القلبي الوعائي. إذا كان ارتفاع الضغط بسيط، يعني مثلاً على الحد أو فوق الحد مثلاً بعشرة ملمتر زئبقي، مثلاً المريض اللي ضغطه 140 على 90 أو ضغطه مثلاً 150 على 90، الأفضل أنه نبدأ بالحمي وبتغيير نمط الحياة مع مراقبة الضغط قبل البدء بإعطاء الأدوية. أما في حال كانت قيم الضغط مرتفعة جدا، فغالبا مثل مريض جاك أول مرة ضغطه 170 ولا 180، فغالبا ما بينفع تغيير نمط الحياة لوحده في العلاج، لذلك نلجأ إلى الأدوية. أولا تغيير نمط الحياة، لا نستخدم المعالج الدوائي فورا بعد التشخيص، خاصة إذا كانت قيم الضغط غير مرتفعة كثيرا، يعني على حدود أو فوق الحدود بمقدار 10 ملمتر زئبقي، إنما يفضل تعديل نمط الحياة للمريض لأنه لها دور كبير برفع الضغط. يتم توجيه النصائح التالية للمريض، مثل هاي صعبة كثير، ولا تغيير المهني أو تخفيف ساعات العمل إذا كان يسبب توترا للمريض، مثلا مهنة التعليم متعبة وترفع الضغط، ولكن صعب على الإنسان تغيير المهني، فممكن يعني إذا كان عنده توتر كثير وستريس، ممكن مثلا إذا في مجال يتحول لعمل أقل ستريس أو أقل جهد، مثلا يصير أمين مكتبي أو موجه، يعني بحيث يتخلى عن مهنة التدريس اللي بتسبب له التوتر، أو إذا كان بالإمكان تخفيف ساعات العمل. تخفيف الوزن عند مرضى البدينين لها علاقة، لأنه البداني إلى علاقة قوية بارتفاع الضغط، وخصوصا إذا كان البادي ماس إندكس أكثر من 35، فهذول ينصحوا بشدة بتخفيض الوزن، وفي بعض الدراسات تقول أنه تخفيض الوزن مثلا بحدود 10 كيلو غرام بيخفض الضغط الشرياني بحدود 10 إلى 15 ملمتر زئبق. أيضا إيقاف التدخين ومشتقاته أو على الأقل تخفيف منه، وطبعا كذلك بشكل أساسي الحمي عن تناول الملح، بالإضافة إلى تخفيف شرب المنبهات مثل تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وأيضا تخفيف تناول الدسم. هلأ الإكثار من الثوم واللبن، هاي شغلي يعني صارت مثل الطب العربي بصراحة، في كثير مرضى بكرة رح يجوكم والله أنا بأخذ عندي ضغط بس باخذ سنين توم او سنين ثلاثه توم الصبح وسنين ثلاثه توم مساء، هاي الشغله ما في قيسها، لانه بتعرفوا احنا ما بنحسن نتحكم الا بالادويه اللي لها عيارات ومنزيده ومنقصه، اما التوم واللبن ما فيك تتحكم بكميتهم. ففي بعض الدراسات بتقول انه بيساعدوا بتخفيض الضغط، ولكن يعني لا يمكن الاعتماد عليهم والله، انه يجيك مريض ضغطه 160 على 100 وتقول له والله روح كل توم ولبن، ولكن بيساعده يعني هني. إذا كان المريض سريع الغضب والتوتر، يمكن إعطائه بعض المهدئات بدلاً من أدوية الضغط، لأنه في بعض المرضى بكرة بتشوفه إن شاء الله بالممارسة، بتلاقي بيجيك مريض ضغطه 140 على 90، ولكن بيكونوا عامل لك يعني وكأنه ضغطه
واصل لل 200 وهو بس ضغطه 140 ل 90، هذول بيكونوا عباره عن اشخاص يعني من نوع العصبي كثير وما بتحمله، بقول لك راسي بده ينفجر مع انه ضغطه 140 ل 90، بينما احيانا بتلاقي مريض بيجيك ضغطه 180 على 100 وما عم يشكي من شيء ابدا ابدا. هلا العلاج الدوائي لارتفاع الضغط الشرياني، آلية أدوية الضغط إما أن تؤثر على نتاج القلب أو المقام الوعائي المحيطي أو تؤثر على كليهما. جميع الأدوية التي سيرت ذكرها تعتبر أدوية مديدة التأثير، تؤخذ مرة واحدة في اليوم، وذلك لتسهيل التزام المريض بها كونها تؤخذ مدى الحياة. بشكل عام خذوها قاعدة بالطب وبالممارسة العملية، وخصوصا عند نوعية مرضانا. حاول قدر الإمكان توصف الأدوية اللي تستعمل جرعة وحيدة باليوم أو ماكسيمم جرعتين، لأنه خصوصا المريض اللي بده يستخدم الدواء لمدة طويلة فهي بتأثر على مطاوعة المريض، فكل ما كان عدد الجرعات أقل كل ما كان مطاوعة المريض أفضل، وكل ما زاد عدد جرعات الدواء كل ما كانت مطاوعة المريض أقل. يعني مثلا إذا بدك توصف دواء الضغط يستعمل 3 مرات يوميا والمريض بده يضل يستخدمه مدى الحياة، بتلاقيه من أول سنة تركه وبطل هالمصلحة كلها. لذلك حاول قدر الإمكان ما تستخدم إلا أدوية الضغط التي تستعمل مرة واحدة يوميا. مشكلة العلاج الدوائي أنه يحتاج لتقييم ومتابعة من الطبيب كل فترة، فمثلا في الصيف تضطر لتخفيف المدرات بسبب زيادة التعرق، وأيضا بشهر رمضان لازم توقف للمريض المدرات وتخفض جرعة الأدوية الأخرى، لأنه بيحصل بشكل طبيعي انخفاض ضغط بسبب الصيام، وفي حالة الشد النفسي ممكن زيادة الجرعة. طبعا تصنف عادة أدوية الضغط تنتمي بشكل عام لأحد الزمر السبعة الآتي: أولا مثبطات الخميرة القلبي للأنجوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجوتنسين 2 الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، ثانيا حاصرات بيتا، حاصرات أقنية الكالسيوم، حاصرات ألفا، والمدرات موسعات الأوعية المحيطية وخافضات الضغط المركزي. طبعا هدول الأدوية رح تدرسون بشكل مفصل بمادة عندكم هلق مدخلينها جديد، هي مادة المداواة السريرية، تدرسوها بشكل مفصل، لكن هون رح نعطي لمحة سريعة عنها. هلق في بعض الأمور المهمة بعلاج الضغط، عادة نبدأ بالعلاج بصنف دوائي واحد، إذا ما استجاب المريض للعلاج فأما أن نضيف صنفا ثانيا وثالثا وهكذا، أو نرفع جرعة دوائية للصنف المستخدم مسبقا. يعني بشكل عام تبدأ بعلاج دوائي واحد وبتحاول تزيد الجرعة للحد الأقصى، إذا ما وصل الضغط عندك للهدف يعني نزل الضغط تحت 140 على 90 بتضيف دواء ثاني، وبترفع الدواء الثاني للجرعة القصوى، إذا ما استجاب عليه دوائين ممكن تضيف دواء ثالث. وفقا لمنظمة الصحة العالمية 70 من مرضى ارتفاع توتر الشريان الأساسي يستجيبون للمعالجة بدواء وحيد، وترتفع النسبة ل 92% عند استخدام دوائين، أما 8% الباقين فيحتاجون إلى أكثر من دوائين. يعني أحيانا في بعض المرضى ما بيضغطون بدون الضغط إلا على 3 أو 4 أدوية. نعم. هلا في حال إجانا مريض عمره 57 سنة وضغطه 15 أول ما أسلم له، ما أنه مدخن وما أنه ماشي بس عنده قصة عائلية، بنبلش بدواء واحد مع الحمية لو ما في داعي نبلش بدواء؟ لا، إذا ضغطه 150 على 90 وعنده أعراض، عم يشكي المريض من أعراض؟ ايه من صداع قفوة. هل عنده بداني؟ هل عنده مثلا تدخين؟ هل بيتناول ملح كثير؟ لا ما انه مدخن، ما انه مدخن ولا بداني، بس ايه بيتناول ملح. بهيك حال اذا المريض عم يشكي من صداع صباحي ووصفه لارتفاع الضغط، منراقبه لمدة 2 أو 3 أيام، خصوصا انه ضغطه مو عالي كثير، اول شيء بنخليه يزيد النشاط الفيزيائي، مثلا اذا مدخن بنخليه يوقف التدخين، اذا بيشرب منبهات كثير بنخليه يوقفها، نخلي يخفف أكل الملح، ومنراقبه خلال 2 أو 3 أيام. إذا ما نزل ضغطه تحت 150 على 90 بعد اتباع هالإجراءات هاي نوصف له.
تمام. يجب الانتباه لأننا لا نقيم فعالية الخطة العلاجية لارتفاع التوتر الشريان الأساسي قبل مضي 10 ل 15 يوم من تطبيقه. انتبهوا لعدم مشاركة دوائين من نفس الزمرة، يعني تعطي حاصلين لبيتا أو تعطي حاصلين لأقنية الكالسيوم، مثلا يجيك مريض تعطي ميتوبرولول وبروبرانولول، هدول نفس الزمرة الدوائية ما بصير. أو يجيك مريض مثلا تعطي كابتوبريل وقصة تضيف له مثلا حتى مثلا الكابتوبريل مثلا من زمرة أسي انهبيترز، ما بصير تضيف له دواء حتى من الانجوتنسين تو ريسبت البلوكر، يعني تروح تحط له فالسارتان، لانه نفس الاليه، يعني هم بيشتغلوا على نفس الاليه، فبالتالي ما راح تضيف شيء. اذا يعني عاده مثلا في ادويه الصف الاول، هي مثلا هي ادويه الصف الاول عاده هي المدرات حاصلات الخمير القلبي للانجوتنسين والانجوتنسين تو ريسبتر بلوكر وحاصلات بيتا وحاصلات اقنيه الكالسيوم، هاي احنا بنسويها أدوية الصنف الأول، فيمكن المشاركة بيناتهم. وطبعا راح ندرس في تفصيلات، يعني أنه هذا الدواء مثلا إذا مريض عنده سكري شو أفضل الأدوية له، إذا مريض عنده نقص ثروي قلبي شو أفضل الأدوية له، إذا مريض عنده مثلا أمراض أوعية محيطية شو أفضل الأدوية له، إذا مريض مسن شو أفضل الأدوية له، يعني هدول كلهم بدهم أخذ بعين الاعتبار. انتبهوا كذلك دور بس فصلة الشاشة، فاصل الشاشة. اي مشي حوال دكتور، لا توقف أضوية الضغط بشكل مفاجئ أبدا، وإنما يتم سحبها ببطء على عدة أيام، وخصوصا حاصلات بيتا. طبعا هبوط الضغط هو تأثير جانبي لمعظم زمر أدوية الضغط، المقصود فيها أنه هبوط توتر انتصابي، أنه في كثير من الأدوية ارتفاع الضغط الشرياني ممكن تؤدي لهبوط توتر انتصابي كتأثير جانبي. هلأ بنبلش بحاصلات بيتا، هي بشكل عام الأدوية التي تنتهي بأولول بروبرانولول ميتوبرولول وهش اللي هاي. طبعا بكره بس تدرسوها، اكيد بكون انتم دارسينها بالادويه، وبكره بتدرسوها بماده مداواه سريري، بتتصنف لحاصلات بيتا انتقائيه وحاصلات بيتا غير انتقائيه. اليه الاساسيه بخفض الضغط هي انقاص نتاج القلب، لانه هي بتبطئ القلب وبتنقص قلوصيه العضله القلبي، وبالتالي بتؤدي لنقص نتاج القلب. غالبا هي ادويه مديده التاثير تعطى بجرعة واحدة يوميا. كانت سابقا الخيار المفضل بين خفض الضغط، أما اليوم فقد تراجع استخدامها، وذلك بسبب تأثيراتها الجانبية التي تشمل ضعف بالعضلات وأيضا نقص تروي محيطي والعناني، فلذلك لا يفضل استخدامها عند الشباب. أهم استطباب لحاصلات بيتا هي وجود مرض قلبي مرافق مع ارتفاع توتر شرياني، مثلا مرضى خناق الصدر، خناق صدر مستقر او خناق صدر غير مستقر، او مرضى قصور قلب مزمن، انتبهوا لان تنقص من الجهد القلبي، لذلك تعد خيار جيدا لدى هؤلاء المرضى. هلا راح بشرح لكم شوي عنها. اهم شيء تحفظوا مضادات استطباب اعطاء حاصلات بيتا، وهي بطء القلب بكل أنواعه، سواء كان بطء قلب جيبة ولا حصار قلبي، يعني مثلا حصار قلبي إذا مريض عنده حصار درجة أولى ولا درجة ثانية ولا درجة ثالثة، كلها تعتبر مضاد استطباب، لأنه هي بتأثر على العقدة الأذينية البطينية على الأفينود وبتبطئ نظم القلب، فبالتالي ما بصير تعطيها لمريض عنده بطء قلب أو حصار. انتبهوا، قصور القلب الشديد الحاد هذا اللي يعتبر مضاد استطباب لإعطاء حاصلات بيتا. على زماننا مثلا من 20-25 سنة كان دائما يكتب لك قصور القلب هو مضاد استطباب لإعطاء حاصلات بيتا، ولكن بعدها تم إجراء دراسات كثيرة
وتستخدم حاليا في علاج قصور القلب المزمن المستقر، يعني قصور القلب المزمن المعاوض اللي ما يعني المريض ما عنده هالأعراض الشديدة كتير كتير وعنده قصور القلب مستقر، فيمكن أعطاء حاصرات بيتا، وعادة بيعطوا إما الميتوبرولول أو البيزوبرولول. أما قصور القلب الشديد أو قصور القلب الحاد أو قصور القلب غير المعاوض أو يعني اللي مكسورة معاوضته، تعتبر حاصرات بيتا مضاد استطبار. انتبه. طبعا أمراض الأوعي المحيطية يمنع استخدامها، مثل خصوصا عند المرضى اللي عندهم ظهر ترينو، لأنها تؤدي لتشنج الأوعي المحيطي. أيضا مرضى الربو أو مرضى سوابق ربو أو مرضى السي او بي دي، مرضى الأدواء الرئوي الانسدادي المزمن، مثل مرضى النفاق الرئوي ومرضى التهاب القصبات المزمن، لأنها بتؤدي لحدوث تشنج قصبة، فما يفضل استخدامها عند هؤلاء المرضى. وأيضا عند مرضى داء السكري المعتمد على الأنسولين، انتبهوا، لأنها قد تسبب نقص في مستويات سكر الدم. وقد الأهم من ذلك، ليش عند مرضى داء السكري المعتمد على الأنسولين؟ لأنه أعراض نقص السكر، نقص سكر الدم في الغالب ضمن أعراض ودي مثل تسرع القلب والخفقان والتعرق والرجفان، فحاصرات بيتا تخفي أو تقنئ أعراض نقص سكر الدم، لذلك لا يفضل استخدامها عند مرضى الداء السكري التايب 1 أو الداء السكري المعتمد على الأنسولين. ننتقل لحاصرات أقنية الكالسيوم، وهي إلى نوعين حسب تأثيرها على فعالية القلب، فبعضها بتكون مسرع للقلب وبعضها بتكون مبطئة. حاصرات أقنية الكالسيوم المسرعة للقلب هي تأثيرها وعائي، يعني عبارة عن موسعات وعائية، لذلك فهي تخفض الضغط الانبساطي بشكل رئيسي، وبسبب إحداثها للتوسع الوعائي المحيطي فتؤدي لحدوث تسرع القلب انعكاسي، ومنها هو النيفيدبين والأملو دبين. هذول بيسموهم حاصرات أقنية الكالسيوم، بصنفون لنوعين، داي هيدرو بيريدين ونن داي هيدرو بيريدين. النيفيدبين والأملو دبين هن من نن داي هيدرو بيريدين، فهدول بيأدوا لحدوث تسرع قلب انعكاسي. طبعا في حالة النيفيدبين بيكون أشد، أما الأملو دبين فما بيسرع القلب انعكاسيا بشكل يعني شديد مثل النيفيدبين، ويفضل إعطاءه في حال كان نبض بطيء. إذا كان نبض المريض بطيء فيمكن إعطاءه. أما الفيرابامل والديلتيازين هذولك لأنه بيأدوا لبطء القلب، فما بصير تعطيهم في حال كان المريض عنده بطء قلب أو حصار قلب. هلا عندنا حصيرات الكلس المبطئة للقلب، هي تأثيرها قلبي وقلبي وعائي، هي تخفض الضغط الانقباضي بشكل أساسي، أيضا هي عبارة عن موسعات وعائية، ولكن هي الأدوية إلها تأثير على الأفينود أو العقدة الأذينية البطينية، وهي بالأصل أصلا يصنفوها ضمن مضادات اضطراب النظم القلبي. فالفيرابامل مثل ما بتعرفوا والديلتيازيم يمكن استخدامهم لعلاج تسرع القلب فوق البطين الاشتدادي أو الـ SVT، لأنه لهم تأثير على العقدة الأذينية البطينية، فتعطى في حال إذا كان المريض نبضه سريع، فمثلا إذا مريض عنده تسرع قلب جيبة وعنده ارتفاع توتر الشرياني وبدأ توصف له خافض ضغط، أو لو فرضنا أنه عنده مضاد استطباب لإعطاء حصيرات بيتا، فيمكن إعطاءه الفيرابامل أو الديلتيازيم. وبشكل عام يمكن استخدام هاي الأدوية كبديل لحصيرات بيتا في حال وجود مضاد استطباب لإعطاء حصيرات بيتا، مثل مرضى الربو والسي أو بي دي. أفضل الأدوية هدولك ما فيك تعطيهم حصيرات بيتا، فبهيك حالي بتعطيهم حصيرات أقنية الكالسيوم. التأثيرات الجانبية لحصيرات أقنية الكالسيوم هي لازم ما تنسوها، وأهمها هي ما تنسوها، بيسألوا عنها كتير، وأنا شخصيا مرة سئلت عنها بأحد المقابلات، أنه بتأدي لحدوث وذمي وعائي بالكاحل، انتباج أو سويلينج، خصوصا بالكاحلين بتأدي لوذمي وعائي، قد تكون أحادي أو ثنائية الجانب. انتبهوا، ممكن تكون أحادي أو ثنائية الجانب، وأكثر ما يحدثها الأملو دبين، بتؤدي لحدوث توسع الأوعي، وبالتالي بتزيد من خروج السوائل من الأوعي الشعري وتقلل عودتها الأوردي، لذلك يسموها الأنجيو إديما، يعني وذمي وعائي. طبعا هي ما بتكون عبارة عن وذمي طباعي ناجمي عن زيادة نزوح السوائل للخارج، ولكن ناجمي هي بشكل أساسي عن توسع الأوعي، فبالتالي ما بتستجيب لإعطاء المدرات. بتلاقي المريض عنده
اللي بتعطيه امنودبين وجاك عنده وذمي وعي بالكحله، حتى لو اعطيته تيازيد ولا اعطيته لازكس ما بتتحسن الا توقف له الدواء. لذلك في بعض الحالات قد نضطر لايقاف الدواء اذا كانت شديده او يعني بتاثر على حياه المريض. قد تسبب العناني ايضا بتؤدي لحدوث امساك وصداع. طبعا حصلت تقنيه الكالسيوم ممكن تؤدي لهبوط توتر انتصابي. يمنع مشاركه حصيرات بيتا مع حصيرات الكالسيوم مبطئه للقلب كعلاج لارتفاع الضغط الشرياني، مثلا انه تعطي بروبرانولول او ميتوبرولول مع فيرباميل فممكن يؤدي لك بطء قلب شديد، فبهيك حالي ما بصير تعطيهم سوا. بينما لا يوجد مانع من المشاركه مع حصيرات اقنيه الكالسيوم مسرع القلب، يعني فيك تستخدم حصيرات بيتا مع النيفيدبين او الاملودبين. اما مع البيرابامين والديلتيازيم بدك تكونك حذر كثير كثير. هلا حصيرات الفا، الالفا بلوكر منها البرازوسين والتيرازوسين، عاده لا تستخدم كخط علاجي اول، تصنف من ادويه الصنف الثاني او الثالث. استطباباتها ارتفاع الضغط الشرياني كادوي مساعدي او مشاركي وليس ادوي بمفردها. طبعا افضل استطباب لها هو المرضى اللي عندهم ضخامه البروستات الحميده البيناين بروستاتيك هايبربليجيا، افضل ما تستخدم عندهم، لانه مرضى ضخامه البروستات السليمه عاده يستخدموا فيها اذا بتعرفوا انتم بالادويه بيستخدموا مثلا الكاردورا، وهالمركبات هي بتكون كلها عباره عن حصيرات لالفا. فاذا مريض عنده ارتفاع توتر شرياني عنده ضخامه بروستات فتعتبر حصيرات الفا هي drug of choice. ايضا اذا المريض عنده حصيات بنهايه الحالب تساعد على اطراحها بارخاء العضلات الملساء، وكثير احيانا ممكن تشوفوا انه مرضى عندهم حصيات باسفل الحالب وبتلاقي انه الدكتور واصف لهم حصر لالفا والمريض ما عنده ضغط، ما تتفاجئ بهالشيء هذا لانه تساعد واصف له مثلا البرازوسين او التيرازوسين منشان يساعد بإرخاء عضلات الحالب وبالتالي مرور الحصى. هلا بنجي لأهم الأدوية واللي تستخدم على نطاق واسع، حصيرات الخمير القلبي للأنجوتنسين وحصيرات مستقبلات الأنجوتنسين أو بسموها الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر. حصيرات الأسي إنهبيترز ولها أصناف كتيرة وما زال بيطلع منها كل سنة أصناف جديدة، أول مركب طلع منها هو كان الكابتوبرين. آلية عملها هي باختصار بتحصر عمل الخمير القلبي للأنجوتنسين في الرئتين، وبالتالي بتمنع تحول الأنجوتنسين 1 للأنجوتنسين 2، فلما بتحصر تشكل الأنجوتنسين 2 بتخفف من أثاره الرافع على التوتر الشرياني. وشرحنا آلية فيرو، أربع آليات الأنجوتنسين 2 لرفع الضغط الشرياني، وأهم أنه هو مقبض وعائي مباشرة. فعندما بتمنع تشكل الانجوتنسين 2 بتخفف اثر المقبضه وبالتالي بيهبط الضغط. استطباباتها تعتبر خافضات ضغط ممتازه خاصه لفئه الشباب ولان اقل الادويه احداثا للعناني. ايضا الحد من البيلي البروتيني، لذلك مثل ما شفتوا كل المرضى التهابات الكبد والكلي اللي بيصير عندهم بيلي بروتيني بيكون الاسي انهبيترز علاج اساسي، مثلا مرضى النفروز ولا حتى اعتلال الكلي السكري. طبعا هي تعتبر الخيار الاول عند مرضى الداء السكري، تبطئ من تطور اعتلال الكلي السكري. اي مريض سكري كشفت عنده بيلي البومين مجهري او بيلي بروتيني صريحه بدك تعطيه دواء خافض للضغط، تعتبر الاسي انهبيترز او الانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر هي الخط الاول. تاثيرات الجانبيه هاي كمان كلكم لازم تحفظوها. أهم من التأثيرات الجانبية اللي ممكن تستدعي حتى إيقاف العلاج هو السعال الجاف. بنسبة 20-25% من المرضى بيحصل عندهم سعال جاف، وأحياناً لا يشفى إلا بإيقاف الدواء. فالمريض اللي بتعطيه آسي إنهبيترز، يعني مثلاً بيكون عنده استطباب ملح لإعطاء آسي إنهبيترز وصار عنده سعال جاف وما تحسن على أي نوع من الأدوية إلا بإيقاف العلاج، بهالحالة هي بتوقف له الاسي انهبيتر وبتعطي انجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، لانه هذيك ما بتؤدي لحدوث السعال. هذا ممكن تؤدي لحدوث
طفح جلده، انتبهوا الاسين امتر بتؤدي لارتفاع بوتاسيوم الدم، وايضا قد تؤدي لحدوث وذمي وعائي. لكن من تاثيرات الجانبيه، اهم تاثيرين جانبيين اذا سئلتوا عن تاثيرات جانبيه الاسين امتر، انه بيؤدوا لحدوث سعال جاف وارتفاع بوتاسيوم الدم، هي ما تنسوها لانه كثير مهمه عند مرضى مثلا القصور الكلوي، او مرضى اللي عنده ارتفاع بوتاسيوم الدم، او في حال مشاركته مع المدرات الحافظه للبوتاسيوم. فبالتالي بدك ما تنسى انه يكون عندهم بصير عنده دوائين بيؤدوا لارتفاع البوتاسيوم، لذلك لازم تتنبهوا للتداخلات الدوائيه وتاثيراتها الجانبيه. مضادات واستطباب اعطاء الاسين امتر القصور الكلوي او ارتفاع بوتاسيوم الدم، لانها بترفع البوتاسيوم. هلا تستخدم في القصور الكلوي، ولكن بشرط انه المريض ما تراقب البوتاسيوم. اذا المريض عنده ارتفاع بوتاسيوم فتعتبر مضاد استطباب. انتبهوا، حاصلات الانجو الاسي انهبتر الانجو تنسين 2 ريسبتور بلوكر هي الادويه الوحيده اللي تعتبر مضاد استطباب مطلق اثناء الحمل. تقريبا هدول الزمرتين هني الادويه اللي تعتبر مضاد استطباب مطلق اثناء الحمل، لانه مشوهات للاجنه. وايضا مثل ما شرحنا تضيق شرايين الكلوي ثنائي الجانب مضاد استطباب، لانه اذا اعطيتها لمريض عنده تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب ممكن تؤدي لقصور كلوي حاد، اما اذا كان تضيق شريان كلوي وحيد الجانب فيمكن استخدامه. حاصلات الانجوتنسين 2 ومنها اللوسارتان والفالسارتان والكانديسارتان، كمان هي دائما بيطلع على اجيال جديده. اله عملها طبعا هي تمنع ارتباط الانجوتنسين 2 على مستقبلاته، وبالتالي يعني بتنافسه منافسي على مستقبلاته، وبالتالي بتمنع تأثيراته. أما الأسين امترز بتمنع تشكل الأنجوتنسين 2، هذه بتمنع تشكل الأنجوتنسين 2 نهائيا. أما الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر فهي ترتبط بمستقبلاته، بتنافسه على الارتباط بمستقبلاته، وبالتالي بتمنع تأثيره. استطباباتها تستخدم بشكل عام في حال عدم تحمل حصيلات الخميرة القلب الأنجوتنسين، كما ذكرت في حال إذا المريض عنده سعال بسبب تناول الأسينمتر ممكن أعطائه الأنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر بديلا عنها، لكن تأثيراتها بشكل عام أضعف من تأثيرات حصيلات الخميرة القلب الأنجوتنسين. وبشكل عام هي استطباباتها نفس استطبابات مضادات الخميرة القلب الأنجوتنسين. طبعا لا يفضل مشاركتهم سوية، يعني تعطي اسينيبتر مع انجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، يعني توصف لمريض كابتوبريل او انالابريل او ليزونبريل وتجي تضيف له فالسارتان او لوسارتان، لا يفضل هي المشاركة، يفضل الابتعاد عنها لانه لهم نفس آلية التأثير. وبشكل عام مثل ما ذكرت هني لها نفس مضادات استطباب حصلة الخمير القلبي الانجوتنسين. ايضا الانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر مضاد استطباب ايضا في تضيق الشريان الكلوي ثنائي الجانب. وحاليا اصبحت هي هالصنفين هذول اصبحوا من اكثر ادويه الضغط استخداما ولا سيما عند الشباب. هلا بنجي على المدرات، وهي تعتبر من ادويه الخط الاول، وخصوصا لدى المسنين المصابين بقصور القلب، أو بشكل عام المرضى الذين لديهم زيادة حمل حجمة، مثل المرضى اللي عندهم وذمات. لكن بشكل عام لا يفضل استخدامها عند الشباب، لأنه عند الشباب بتؤدي لحدوث العناني. هناك اختلافات عرقية في الاستجابة للمدرات. المدرات بشكل عام بيستجيب لها زنوج أمريكا، بينما لدى العرق الأبيض بتلاقي أنه ما كثير فعالي، لذلك تستخدم أدوية أخرى. إلها ثلاث أنماط رئيسية، المدرات التيازيدي وهي الأفضل، تأثيرها بطيء 24 إلى 36 ساعة، وأكثر المدرات استخداماً في علاج ارتفاع التوتر الشرياني هي المدرات التيازيدي. بشكل عام بتلاقيها دائماً ضمن تركيب دوائي أدوية مشاركة، مثلاً بتلاقي الفالسارتان زائد هيدروكلورتيازيد 12.5 ميلي جرام أو 25 ميلي جرام، بتلاقي اللوسارتان 50 ميلي جرام أو 100 ميلي جرام زائد 12.5 أو 25 ميلي جرام هيدروكلورتيازيد، مثلا بسموك اللوسارتيك. دائما بس انتهى خافض الضغط بالتيك هاي لوسارتيك بتلاقي أنه معه هيدروكلورتيازيد.
مساوئها لا تستخدم عند السكريين طبعا من التاثيرات الجانبيه للمدرات التيازيديه انها بترفع سكر الدم، لذلك لا يفضل استخدامها عند المرضى السكريين او المرضى اللي عندهم اضطراب بتحمل السكر، ايضا بتؤدي لزياده حمض البول، لذلك لا تستخدم عند مرضى النقرس، تحرض نقص بوتاسيوم الدم، ولتجاوز هذه المشكله عاده يتم مشاركه المدرات التيازيدي مع المدرات الحافظه للبوتاسيوم، وفي اشكال دوائيه بتلاقيها تحتوي على مدر حافظ للبوتاسيوم مع مدر تيازيدي، ايضا من التاثيرات الجانبيه لحصره المدرات التيازيدي هي بترفع كالسيوم الدم، وهذا تاثير كثير مهم، باقي المدرات كلها بتنقص كالسيوم الدم، اما لانه بتطرح كالسيوم الدم بتطرح الكالسيوم بالبول، اما المدرات التيازيديه هي المدرات الوحيده اللي بترفع كالسيوم الدم، وبالتالي يعني ممكن استخدامها عند المرضى اللي عندهم نقص كالسيوم، ولذلك ايضا هي تعتبر مضاد استطباب عند المرضى الذين لديهم ارتفاع بكالسيوم الدم، مثل مرضى المالتيبل مايلوما او مرضى اللي عندهم انتقالات عظميه بتلاقي عندهم ارتفاع بكالسيوم الدم، فهدول المرضى مضاد استطباب اعطاء مدرات التيازيدي. الصنف الثاني مدرات العروي، وعلى راسها الفورزمايد او الاسم التجاري المشهور اللازيكس، هذا تاثيره سريع خلال 4 إلى 6 ساعات، وبعكس التيازيدات لا يفضل استخدامها كعلاج لارتفاع الضغط، لانه بشكل عام مدرات العروي هي مدرات قويه وهي اقوى المدرات، فبكون اضرارها شديد، وعاده ما بنستخدمها عند مرضى ارتفاع الضغط كعلاج لا وحيد ولا علاج مشارك، الا في حالات مثلا اذا مريض عنده قصور قلب او المرضى اللي عندهم وذمات بشكل عام. هلا بنجي على المدرات الحافظه للبوتاسيوم، وعلى راسها سبايرونولاكتون، وهو الأسوأ من حيث التأثيرات الجانبية الكثيرة، ممكن يؤدي إلى تثدي وعناني عند الذكور واضطرابات طمثية وشعرانية عند الإناث. هناك حالتين يجب استخدام سبيرولاكتون فيهن رغم تأثيراته الجانبية، وهي حالة تشمع الكبد عند مرضى تشمع الكبد، وخصوصا المرضى اللي بيكون عندهم حبن، فيعتبر السبيرولاكتون هو الدواء الأفضل، لأنه عادة آلية تشكل الحبل عند مرضى تشمع الكبد بتكون بسبب أول نقص بروتينات الدم، وبالتالي بيصير زيادة بنفوذ الأوعية، وبالتالي بيخرج الماء للسائل الخلالي، وأيضا بيكون عندهم زيادة بالألدوستيرون، لأنه قلنا تشمع الكبد وقصور القلب والنفروز بيصير عندهم ألدوستيروني ثانوي، فلذلك تعتبر الأدوية الأولى أو أفضل الأدوية التي تعطى لعلاج الحبن عند مرضى تشمع الكبد، وأيضا عند مرضى الألدوستيرون البديئي أو متلازمة كون قلنا هي الدواء الأول. أيضا من الأدوية الحافظة للبوتاسيوم هي الأميلوريد والتيريامترين، هذول بيعملوا على تثبيط عودة امتصاص الصوديوم على مستوى الأنابيب القشرية الجامعة وعلى مستوى الأنابيب البعيدة عن طريق حصر قنوات الصوديوم الظهرية، فالامر اللي بيؤدي لتقليل من افراز البوتاسيوم وبالتالي الحفاظ على مستوياته في الدم. بشكل عام تاثيره المدر ضعيف، وانتبهوا المدرات التيازيدي سواء سبيرولاكتون ولا الاميلوريد ولا التريامترين تاثيره المدر خفيف، ما بكونوا والله المدرات القويه مقارنه مع المدرات التيازيدي او المدرات العروي، ولكن بيكون لهم استطبابات معينه كمدرات حافظه للبوتاسيوم. لا تعطى المدرات دكتور، بس سؤال هون. نعم، بس السؤال هون مكتوب انه هو الأسوأ سبينولاكتون، بشكل عام هي المدرات الحافظة ولا بس فقط السبيرو؟ هو عم بيقول لك هو الأسوأ من ناحية التأثيرات الجانبية، ولكن ليس هو الأسوأ، المقصود انه لانه تأثيراته الجانبية كثير. تحت الإيمولارايد وال تريمترين عادي، الأميلوريد والتريمترين ما فيهم مشكلة أبدا ويستخدموا كتير، ولكن سبيرولاكتون هو الأسوأ من بين المدرات الحافظة للبوتاسيوم من حيث التأثيرات الجانبية، أنه ممكن يؤدي لتثدي وعناني عند الذكور واضطرابات طمث وشعرانية عند النساء، يعني أنك تضع
تعطي سبيرولاكتون وتحدث عند مريضه شعرانيه، فهي شغله كبيره يعني ما بتقبلها، عرفت شلون؟ او حتى تعطي سبيرولاكتون ويصير تثدي عند الذكر، المريض ما بتقبله. فمن هالمبدا هذا، ولكن هو الأسوأ من ناحيه التاثيرات الجانبيه، ولكن هو تقريبا الاكثر فعاليه لانه هو الاساسي اللي مضاد للالدوستيرون. ايوه تمام. بشكل عام بعلاج ارتفاع الضغط الشريني لا تعطى المدرات الحبسه للبوتاسيوم لوحدها، يعني مثل التريامترين والاميلورين، يعني ما بتحصل لك، لان قلت لكم انه هي عباره عن ادويه مدره، تاثير المدر خفيف فما بتضبط الضغط الشرياني، فيجب مشاركتها مع مدر طارح البوتاسيوم كالمدرات تيازيدي. يمنع استخدامها مع حصيلات الخمير القلبي للانجوتنسين، لان كلهما يرفعان بوتاسيوم الدم. يمنع استخدامها مع موسعات الاوعيه وحاصرات الفا. في حاله القصور الكلوي المزمن تكون، انتبهوا بالقصور الكلوي المزمن، المدرات التيازيدي بتكون غير فعاله لانه اليه تاثيرها بتكون متخربه بالقصور الكلوي المزمن، ولكن اعطاها لا يضر. ولكن اذا بتعطي المريض هيدروكلورتيازيد 25 ولا 50 ملغ ما بسبب منه ابدا ابدا. وايضا المدرات الحافظه للبوتاسيوم بتكون تاثيرها خطير، بتعتبر مضاد استطباب لانه بيكون عند المريض ارتفاع بالبوتاسيوم. لذلك المدرات المفضلة عند مرضى القصور الكلوي المزمن هي مدرات العروي مثل الفروزمايد، وحتى أحيانا كثيرة بتلاقي مريض قصور الكلوي المزمن خصوصا إذا بيغسل بتعطيه المدرات، وأحيانا بتعطيه حبتين الصبح وحبتين المساء، ومع هيك ما بدر عليهم حتى مدرات العروي. موسعات الأوعية المحيطية هي بتعمل على توسيع الأوعية المحيطية دون التدخل بعمل القلب بشكل مباشر، لا تؤثر مباشرة على الحصيلة القلبية. أهم دوائين هني الهيدراليزين والمينوكسيديل. الهيدراليزين استخدمت موسعات الأوعية المحيطية منذ زمن بعيد، والآن تشهد عودة لإعادة استخدامها. يعتبر الهيدراليزين الخيار الأول لدى مريض قصور كلوي مزمن. طبعا انتبهوا، يعتبر الهيدراليزين الدواء والخيار الأول في حالات الانسمام الحملي، يعني المرضى اللي بيكون عندهم إكلامسيا أو بري إكلامسيا، يعني إرجاج أو ما قبل إرجاج، يعتبر الهيدراليزين هو الدواء المفضل عن طريق الوريد، وأول هو ما يستخدم أصلا. المينوكسيديل يصنف تاريخيا على أنه خافض للضغط، ولكن هلأ بطل استخدامه كخافض للضغط، ما عاد حد يستخدمه أبدا كخافض للضغط، صار استخدامه الوحيد يستخدم في حالات الصلع. يعتبر أقوى دواء ضغط مستخدم هو موسع وعائي شديد، يستخدم في حالات الضغط المعندي للغاية، ولكن ما عاد حدا يستخدمه، فهو من الخيارات الأخيرة في علاج ارتفاع التوتر الشريان المعند، وليس من أدوية الخط الأول. طبعا يستخدم العلاج الصلع بعد أن اكتشف بعد أنه يسبب شعرانية، وهلأ بتلاقي المينوكسيديل بنوجد على شكل بخاخ على أو موجود بالشامبوات، فما عاد حدا يستخدم المينوكسيديل كخفض الضغط أبدا، ولا بتلاقي أنه يستخدم كخفض الضغط، بتلاقيه فقط لعلاج الصلع لأنه هو كتأثير جانبي بيؤدي لحدوث الشعرانية. هلأ بنجي لخفض الضغط المركزي، وهي بتعمل على مستوى المراكز العصبية، وأهمها الألفا ميتيل دوبا، يعتبر أفضل وأسلم دواء عند المرأة الحامل المصابة بارتفاع التوتر الشرياني الأساسي بأشهر الحمل الأولى، ولا يستعمل أثناء الأرضع. يعني الألفا ميتيل دوبا إذا كان انتبهوا، يعتبر أفضل دواء عند المريضة اللي بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني مزمن وصار عندها حمل، وليس ارتفاع توتر شرياني المحرض بالحمل اللي بيحدث بعد أسبوع 20 من الحمل، حتى تميزوا بين الموضوعين. هو أفضل الأدوية عند المرأة الحامل المصابة أوريدي بارتفاع توتر شرياني الأساسي، وحتى في بعضهم بينصحوا أنه إذا كان مريضة عندها ارتفاع توتر شرياني أساسي وعم بتخطط للحمل، فالأفضل أنه تقلب علاجها للألف ميتين دوبا قبل شهرين من بدء الحمل. أيضا في من خافضات الضغط المركزية الكاتابريس أو الكلونيدين، يستعمل خاصة عند كبار السن وبيسبب العناني بشكل كبير، ولكن بشكل عام
يعني الكلونيدين خف استخدامه كثير. هون هذا التفصيل، ما هو الدواء المفضل لحامل مصاب بارتفاع توتر شرياني جهازه؟ هون امام خيارين من الادويه الخافضه للضغط. فاذا كانت المريضه اذا سئلت ما هو افضل دواء لخفض الضغط عند المريض الحامل، لازم انت تفصل لحالك، مو تخليه هو يتفامن عليك. اذا كان حامل وعنده انسماح حمله، يعني عنده ارتفاع توتر شرياني محرض بالحمل بعد الاسبوع 20 من الحمل وأدى لحدوث انسمام حملة إرجاج أو ما قبل إرجاج، فهذا يعني بتعرفوا، لأنه بالانسمام الحملة من تعريفه هو يتضمن بيلي بروتيني. طبعا الوزمات لا تعتبر من معايير التشخيص، ولكن ارتفاع توتر شرياني مع بيلي بروتيني والوزمات، طبعا الوزمات لا تعتبر معايير التشخيص ولكن أهم شيء البيلي بروتيني. فبهيك حالات أنه أفضل دواء هو الهيدراليزين في حالات الإرجاج وما قبل الإرجاج. اما اذا كانت حامل وعند ارتفاع توتر شرياني اساسي مزمن، يعني خارج اوقات الحمل وهو مكتشف قبل الحمل او في الاشهر الاولى من الحمل غير مترافق مع بيلي بروتيني، فبهيك حالات بيكون الافضل دواء هو الالفا ميثيل دوبا. طبعا مثل ما ذكرنا الاسي انيبيترز والانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر مضاد استطباب مطلق اثناء الحمل ولانه مشوهه للاجن. طبعا في حالة ارتفاع التوتر الشرياني المترافق مع القصور الكلوي المزمن، طبعا بالحالات الإسعافية هو الهيدراليزين، ولكن كمان أيضا حاصلات أقنية الكالسيوم تعتبر من الأدوية الممكن استخدامها في حالة القصور الكلوي المزمن. انتبهوا على بعض الأمور، ما ممنوع مشاركة حاصر بيتا مع حاصر كلس مبطئ للقلب. مثل ما ذكرت تستخدم حاصر بيتا مثل بروبرولول او الميتوبرولول مع فيربامين او دلتيازيم، حاصر خميري الانجوتنسين مع مدر حافظ للبوتاسيوم لانه اثنيناتهم بيرفعوا البوتاسيوم، ايضا مشارك استعمال دوائين من نفس الزمره، وفيما عدا ذلك يمكن مشارك اي ادويه. هون سؤال عملي ممكن تتعرضوا له انتم، انه في حال مريض نسي اخذ حبه الدواء، لو فرضنا انه مريض عم ياخذ دواء للضغط ونسي اخذ حبه الدواء الصباح، وجاءك مثلا الساعه 5 المساء وقال لك يا دكتور انا نسيت اخذ حبه الدواء شو اسوي؟ بتقول له خذها هلا، ما بصير انه والله بكره الصبح ياخذ حبتين، لا، حتى لو نسي بعد ساعتين وثلاث ساعات ولا ست ساعات ولا اثنين ساعات بتخليه ياخذ حبه الضغط تبعيته وبكره بكفي علاجه مثل ما كان متعود سابقا. لهون بكون وصلنا لنهايه محاضرتنا، ما بدي أتقل عليكم، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. ما في أي سؤال؟ الله يعطيك العافية. تمام دكتور، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.